أحسن الله إليكم. تقول في سؤالها الآخر: عندي معلمة أحببتها في الله وأهديت لها هدية، فهل يجوز ذلك أم لا؟ لا يجوز للمعلمة أن تقبل الهدايا من الطالبات، وكذلك لا يجوز للمعلمين أن يقبلوا الهدايا من الطلبة، لما في ذلك من الاتهام لهم بالحيث مع هؤلاء الطلاب الذين يهدون إليهم، لأن الأستاذ يحكم على الطالب وعلى جوابه وعلى، فربما أن هذه الهدية تؤثر عليه عطفا أو ميولا، وكذلك الناس يتهمونه، وكذلك المهدي يكون له عليه دال ويكون يشعر في نفسه أن المدرس سيجود معه وإلى غير ذلك، فيتجنب المدرس أو المدرسة قبول الهدايا من الطلاب. نعم.